رأيت في نفس الابتدائية أن المدير المدرسة ما سكن في السكن الوظيفي بما أن اللي كان قبلها مازال ما خرج. وهذه الوضعيات تكرر وعندها انعكاس سلبي على التسهيل المؤسسات. إذا كان سكنات وظيفية معناتها وجود المدير المؤسسة إجباري باش يكون هو يعني المسؤول الأول اللي هو مسؤول على السلم حفاظ السلم داخل المؤسسة ويكون متجند في أي وقت باش يمد الأحسن من عنده. وحتى هاد الوضعيات خاصة نجم نقول باللي موجودة بكثرة في ولاية الجزائر أكثر من الولايات الأخرى، وهذا يتطلب متابعة دقيقة شخصية ما نقدروا نحلوا المشكل بالجملة، ولكن كل وضعية عندها خصوصيتها.